السلام عليكم، ازيكم؟ سؤال جديد: ليه فصوص الفك السفلي بتقع اكتر من فصوص الفك العلوي؟ خليني اقول لحضراتكم في البدايه ان بالفعل في بعض الحالات احنا بنبدا فيها الفك العلوي اولا ثم الفك السفلي، وده ممكن بيتوقف على حسب الحاله نفسها، الفك اللي فوق محتاج شغل قد ايه والفك اللي تحت محتاج شغل قد ايه. نرجع بقى لسؤال الحاله، واعمل لايك بسرعه على الفيديو، يهمني جدا دعمكم. اللي حصل مع الحاله دي، ركبت التقويم في الاول للفك العلوي، وبعد شهرين لما جيت اركب تقويم الفك السفلي بدأ يحصل كسر في فصوص التقويم. ايه السبب؟ اولا لما احنا ركبنا التقويم في البداية احنا بنبقى خلاص بدأنا نتعلم، وبعد شهر اتنين بيكون خلاص بدأنا نتأقلم وناكل براحتنا شوية ونغفل التعليمات شوية. فلما بنبدأ بقى نركب التقويم على الفك السفلي، لازم ان احنا ناخد بالنا اكننا بالظبط لسه اول يوم تقويم. لازم الاكل بتاعنا سوفت وسمول بارتكلز، الاكل طري وحتت صغيرة عشان نتجنب اي مشاكل. فدي نقطة بعض الناس بينسى شوية. دي نقطة. النقطة التانية ان اصلا بفعل الجاذبية، ودي نقطة مهمة جدا، ان القوة بتقع على اسنان الفك السفلي اكتر من اسنان الفك العلوي. عشان كده مش بس ان احنا لازم ناخد بالنا من ده، ربنا سبحانه وتعالى كمان خلق لنا ان العظم بتاع الفك السفلي اقوى شوية من عظم الفك العلوي والانسجة الداعمة ليه. فدي بتكون نقطة في غاية الاهمية، فضروري ان احنا ناخد بالنا ان احنا رجعنا تاني لاول يوم تقويم نلتزم التزام تام بالتعليمات علشان ما يحصلش اي مشاكل، وناخد بالنا من النقطة بتاعة القوة اللي احنا اتكلمنا عليها. اتمنى الفيديو يكون واضح ومفيد بالنسبة لكم، اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وان شاء الله دايما اشوفكم على خير، وما ننساش لايك وشير. سلام عليكم.